وإعطائهم إقامة دائمة. مدى صحة الخبر هذا؟ بالنسبة حق ان نتكلم عن زوجات الكويتيين خاصة الخليجيين بالتحديد، بالنسبة لإعلان رغبة انت عارف لازم يكون 5 سنوات من تاريخ اعلان رغبة. البعض يعني يتقافل عن هذه النقطة، يمكن يتزوج وفي علاقة زوجية وفي اولاد، لكن ما يتقدم عند الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ويبدي الرغبة في تجنيس زوجته. فيراجع الإدارة ويقول والله أنا أبي تجاوز مدة زواجي تقريبا 7 و8 و10 وأحيانا 20 سنة، وأبي الآن تجنيس الزوجة وفق العقد الزواج اللي تم بتاريخ سابق لفترات تتجاوز 5 سنوات. إن نقول طبعا إجراء يعني واضح وشروط محددة، بأن من تاريخ ما تتقدم لدى الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر عندك 5 سنوات وفي إنجاب، وتكون ايضا مطابق لكل الامور، يعني ما تكون خالي من القيود الامنيه او في عندك تحفظات محدده او شيء. فبالتالي بالعكس الان في عهد الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه، الان ما في اساسا طلبات للتجنيس، خاصه زوجات الكويتيات، اتكلم الخليجيات بالتحديد، ان يتاخرون عن هذه الناحيه اذا هم تجاوزوا 5 سنوات ومبدين الرغبه. ما في هناك اي تاخير، وبالعكس كثير والكثير من التجنيس حصل خلال الفترة الماضية، لكن نتكلم عن اللي ما تنطبق عليه الشروط ويطالب بالاستثناء. الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية تماما لا يستثني أيا كان إذا كان ما تنطبق عليه الشروط الدالة على هذا الشيء. ونفس الشيء ينطبق على العربية، أعتقد لها شروط على العربية، ولكن الشروط هي واحدة وواضحة، وأمورنا يعني نتكلم عن خليجيين ونتكلم عن الجنسيات العربية أيا كانت في مثل هذه الأمور. أنا شاكر لك العميد عادل حشاش على مداخلتك وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك على حضورك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، كانت هذه المداخلة مع العميد عادل حشاش مدير عام الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أتمنى، وهذه رسالة لكل الإخوان في جهات الدولة، أتمنى إدارة العلاقات العامة الإعلام لما نتصل عليهم نقول يا جماعة نبي استفسار يكونون على الخط 24 ساعة مع الإعلام، يعني نسأل عن قضية معينة، مو نروح ندق على الوكيل وندق على المدير الفلاني وننزل نبي نصور لكم المشروع الفلاني ضرر، والله ما في وقت ما أدري. يكون في تعاون مثل التعاون اللي قاعد نشوفه مع وزارة الداخلية. هذه الرسالة، وأتمنى من فريق الإعداد الاتصال على كل العلاقات العامة مع الإخوان لعمل المداخلات معه، أخذ أرقامهم لعمل المداخلات لأي قضية تطرح ونشوفها من خلال التواصل الاجتماعي حتى نستفسر عن الموضوع وتصل الرسالة الصحيحة لإخواننا المشاهدين. تقرير بعد.